مساء الخير مشاهدي الكرام، وبنرحب بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة عبر شاشة إكسترا نيوز، واللي هنخصصها للحديث عن آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة للتأكيد على الدور المصري الواضح والصريح والداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير. بدماء الشهداء والأبرياء، يصنعون ملحمة البقاء، حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن، يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين، هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء. جدد مصدر مصري رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع مخططات دولة الاحتلال إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، والتأكيد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها يؤكد النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع. وقال المصدر إن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا، وأن على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.
أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة للجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع. وأشار المصدر إلى أن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، تارة يتهم قطر وتارة يتهم مصر للتهرب من قراره بوقف إطلاق النار. وأوضح المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة. وأكد المصدر أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة وتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة. رحبت مصر بقرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لا سيما بمدينة رفح الفلسطينية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام. بعد التحية أستاذ أحمد، يعني ما الهدف من محاولات تشويه الدور المصري في الآونة الأخيرة؟ يعني خلينا نتكلم أن ما تفعله دولة الاحتلال على مدار شهر تقريبا، تعلم أنه أكثر من شهر لكن تنام الأمر بشكل
فاجئ جدا خلال الشهر الجاري، وخاصة منذ الاعتراض الواضح للدولة المصرية حوالي التدخل العسكري في رفح، والذي أدى إلى حالة من حالات الرغبة لدولة الاحتلال في محاولة تصدير مشهدها المأزوم في الداخل عبر التناقضات في بنية الحكومة وحبر الخلافات الداخلية على المستوى سواء حكومة الحرب أو الحكومة العامة أو حتى تناقضاتها مع بعض حلفائها الدوليين على سبيل المثال الولايات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، ومحاولة غسل السمعة والصورة التي بدأت تتضح للجميع وخاصة الرأي العام الشعبي في العالم حول المجازر وآليات القتل الصهيونية، في محاولة لوضع الاتهام اتجاه أطراف أخرى وإبعاد حالة الغضب الشعبي الدولي عن دولة الاحتلال. نعم. الجزء الثاني، وهنا ربما يسأل سائل، لماذا تتعمد دولة الاحتلال عرقلة جهود الوساطة سواء من الجانب المصري أو القطري؟ دولة الاحتلال تعرقل الجهود الوساطة سواء ما تم من الدوحة أو من القاهرة، لأن نتنياهو نفسه يريد واهما أنه لديه أهداف يسعى إلى تحقيق ما يسمى بانتصار زائف، أثبت الواقع أنه لن يتمكن من تحقيق ما أعلنه في 8 أكتوبر الماضي، والحديث حوالين القضاء أو التهجير لإجبار الشعب الفلسطيني في غزة على التهجير خارج أرضه فشل بكل أدوات القمع والمجازر اللي تمت، حتى محاولة القضاء على فكرة مقاومة شعب للدفاع عن أرضه بعد الحديث حوالين المرحلة الأولى ودخول شمال غزة، مخيم جبلي الآن يخوض معركة على الأرض ويثبت للعالم أن الفلسطين حتى في شمال غزة التي أعلنت دولة الاحتلال أنها تمكنت من التهجير والقضاء، ما زال المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، ودخلت هذا المخيم أكثر من 3 مرات ودخلت حي الزيتون أكثر من 3 مرات أيضا، ولم تتمكن من وصول منتصف مخيم جبالية. نعم. أقصى نقطة وصلت لها قوات الاحتلال هي جنوب شرق مخيم جبالية، ولم تتمكن بكل القصف الجوي والعمليات البرية وغيره، لم تتمكن من دخول لمنتصف المخيم نتيجة الدفاع المستميت والقوي من أهالي مخيم جبالية دفاعا عن أرضهم في مواجهة الاحتلال. ومن ثم نحن المشهد الآن بصورة أوسع من فكرة التصريحات العباسية التي تخرج من هنا أو من هناك، نحن أمام كيان مهزوم ومأزوم في الداخل، مهزوم في لم يحقق أهدافه على مدار أكثر من 229 يوم من حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل. وهنا أستاذ أحمد حسأل حضرتك أيضا، اعتراف دول اتحاد أوروبي مثل النرويج، إسبانيا، أيرلندا اليوم بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، كيف سيكون فارقا في القضية الفلسطينية، وكيف سيدعم الموقف المصري الثابت والواضح والذي لا يتغير من قضية القضايا القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن الموقف اليوم والذي سيتبعه خلال أيام أخرى مالطا وبعض الدول، وهو هيدي دفعة قوية لعدد كبير من دول العالم خاصة المجموعة اللي هي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدخول فلسطين كعضو عامل وكامل للعضوية العامة للأمم المتحدة اللي هي 143 دولة، أنا أعتقد أن منحنى الصراع مع دولة الاحتلال بعد هذه المعركة أخذ منحنى مغاير شديد. أقرب حلفاء دولة الاحتلال في الدول الأوروبية هي التي أعلنت اليوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا مؤشر على أن النمط السائد ما كان بين بعض الدول الغربية مع دولة الاحتلال أصبح الآن دولة الاحتلال عبء عليهم على الداخل هذه الدول، وأصبحت ترى أن هناك حق حقيقي متأخر بعد 70 سنة أو 76 سنة، حق للشعب الفلسطيني من 48، بدأ الآن العالم يرى أن هذا الحق لابد أن يبدأ في اتخاذ خطوات جدية فيه، وفكرة الرضوخ للمقاومة من دولة الاحتلال لرفض حق الشعب الفلسطيني أصبح عبء على هذه الدول. ومن ثم هذه الخطوة من وجهة نظري هي تعزز أولا مزيد من الاعتراف من الدول العالم بالدولة الفلسطينية وبحقها، اثنين هذه النقطة هي النقطة الأساسية لمصر ودول الجوار بشكل أساسي، دول الجوار اللي هي دول الطوق مصر والأردن بشكل أساسي والمجموعة العربية حوالين حقيقية الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي حقه، هو ما يعزز التحرك السياسي والدبلوماسي للمجموعة العربية منها مصر أمام المجتمع الدولي للحديث على أن هناك تأخر، مش بقى مش ده الحل، لا تأخر على مدار 76 سنة بحقوق هذا الشعب الفلسطيني.
وهنا إعلاميا ادعاءات قناة مثل CNN الأمريكية وتحميل مصر الدائم سواء منها أو من غيرها من القنوات أو الأبواق الإعلامية مسؤولية عدم نجاح المفاوضات والوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، هل هو يأس أم فشل من قبل الاحتلال ومزدوج المعايير منذ اليوم الأول من هذه الحرب الخاصة بالإبادة الجماعية اللي بتمارسها دولة الاحتلال على شعب أعزل؟ سيدي الفاضل، أولا ما جاء في التقرير اليوم وأنا اطلعت عليه جيدا، أولا من الناحية السياسية أنا قلت لحضرتك في بداية الحديث حول أن هذا الأمر هو محاولة الهروب إلى الأمام، دولة الاحتلال تريد أن تحمل طرف آخر مسؤولية ما يحدث، أوكي؟ وهذا الأمر لن يتم، لا يفرق مع المجتمع الدولي شيء، العالم يرى بأعينه المجازر وآليات القتل والتعنت من دولة الاحتلال على مدار ما يقرب من 18، ومن ثم هي محاولة يائسة وبائسة من دولة الاحتلال ومن أطراف أخرى، من بس ما نشرت CNN ما نشرته معريف ويضغط أحرانوت على مدار الأسبوع الماضي من أيضا مزيد من هذه الأحاديث الغير حقية، هي محاولة إلى الهروب من الأزمة اللي موجود فيها دولة الاحتلال في الداخل وأمام المجتمع الدولي. اثنين، إن حتى على المستوى التحليل المضمون بشكل رسمي ما عملته CNN هي قالت أن مصر قامت، الوسيط المصري قام بتعديل ما في أحد البنود. ما هي البنود؟ يعني إذا أنا بتحدث على أن هناك معلومة حقيقية على هذا الطرف أن يقول أن كانت المادة الفلانية أو الجزء الخاص بالتفاوض له علاقة مثلا بالأسرى، له علاقة بوقف إطلاق النار، له علاقة بمراحل. وفكرة الاستناد أيضا عشان نضع المشاهد والمشاهدة الكريمة في الصورة، فكرة الاستناد إلى ما يسمى بالمصادر المطلعة ما بين قوسين، يعني مصادر مجهلة في الإعلام كما درسناها. صحيح، ما هي دي النقطة الثانية. فالنقطة الأولى من حيث المضمون، إذا كان هناك معلومة متماسكة أنا بقول المعلومة، بقول أن كان هناك أدي المادة الأساسية التي قدمتها دولة الاحتلال وهذه المادة التي تم تعديلها. لا يوجد، يعني لا يوجد شيء ممسوك له علاقة ما هي المادة أو ما هي النقطة التي تم تعديلها. اثنين، الحديث حوالين المصدر كما جاء في CNN هو ما جاء في الواشنطن بوست أمس حول ترتيبات اليوم التالي التي نشرتها الواشنطن بوست في مقال طويل حول فكرة القوى الفلسطينية وموافقة حماس ورد حماس حوالين أن هذا الأمر لن يحدث، ونفس الأمر تكرر من النيويورك تايمز الأسبوع الماضي حوالين العرض على السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واللي قامت السلطة الفلسطينية بالرد عليه بنفي هذا الأمر وقالت نحن ملتزمين بإتفاقية عام 2005 ما بين مصر والسلطة الفلسطينية بإشراف الاتحاد الأوروبي، ولا دخل دولة الاحتلال في الإشراف أو وضع شروط على معبر رفح. هو نفس الأمر اللي قاله نتنياهو نفسه وحديثه عن دولة الإمارات، والتي أدت إلى دولة الإمارات بالرد ببيان شديد اللهجة، خرج على لسان وزير خارجية دولة الإمارات بأن ما قاله نتنياهو كذب وافتراء وليس له أي معنى من المنطق. ومن ثم انتقل الحديث من حديث رسمي على لسان نتنياهو ووزرائه إلى استخدام آلية التجهيل اللي حضرتك لسه متكلم بقى، لو مصدر إن هي معلومة، حتى لا يتم الاشتباك الذي أحرج نتنياهو وأحرج حكومته والذي جاء على لسان دولة الإمارات باتهامه بأنه كاذب وأن هذا الأمر لم يحدث. ومن ثم انتقلنا من التصريحات العلنية للتصريحات المجهلة والتي يمكن أن تعطي مساحة من الهروب والالتهام لكن في المجمل. ولا بد أن نؤكد على هذا الأمر، هذا المسار المتبع على مدار شهر تقريبا من ادعاءات سواء على مصر، سواء على السلطة الفلسطينية، سواء على المقاومة، سواء على بعض الأطراف العربية سيستمر. يعني هذا الأمر أن نعي أنه يتوقف، لا، بكرة هيطلع تصريح آخر من يدعوت أحرانوت أو من معريف تتحدث أيضا بشيء باطل لمحاولة أيضا لاستمرار في نفس النهج والأسلوب للهروب من المأزق الحقيقي الموجود في دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو الآن، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الرأي العام الخارجي، والأهم من ذلك هو التأخر في إعلان هزيمته. ما هيحدث هو هزيمة حقيقية لنتنياهو أمام المقاومة أمام الشعب الفلسطيني في غزة. نعم، وهنا الاعتراف من قبل بعض الدول الأوروبية الكبرى اليوم يعتبر بمثابة استجابة للاعتراف أيضا بمنظمة التحرير الفلسطينية لأنها الممثل الشرعي الوحيد للدولة الفلسطينية. طبعا أكيد أن حتى هذه اللحظة وده جزء لها علاقة، وحالك فتحت ملاحظة أعتقد أن هي سيبنى عليها اليوم التالي، ودي اللي هي عشان تقول لحضرتك أن الادعاء والكذب والهجوم سيتمادى أكثر من اللي حصل الآن 10 أضعاف من وجهة نظر تحليلي. ليه؟ أن حتى هذه اللحظة الخلاف موجود على وقف إطلاق النار، لكن عندما نتحدث عن اليوم التالي هناك تفاصيل و
هناك رؤى مختلفة. الرؤية من وجهة نظري أنا حتى في اللحظة بتحدث عن قراءة وتحليل لما هو منشور من معلومات معلنة من قبل الدولة. أوكي؟ من قراءتي وتحليل هذا الأمر أن الدولة المصرية ما زالت متمسكة هي وكثير من المجموعة العربية وخاصة المجموعة الخامسة المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات لا علاقة به أن أصحاب صياغة اليوم التالي والموافق عليه هو الشعب الفلسطيني. يعني الحديث حوالين استخدام شركة أجنبية لإدارة معبر الحديث هذا الأمر لابد على الفلسطينيين أنفسهم هم من يدورون اليوم التالي بدون استبعاد لأحد. أدي واحد. اثنين هو إدارة بنية منظمة التحرير. الحديث حوالين هد منظمة التحرير ودي بعض الكلام اللي بدأ يقال سواء من دولة الاحتلال أو من بعض الأفراد الأخرى والحديث عن منظومة جديدة هذا الأمر عبث. الآن منظمة التحرير هي الموجودة. الحديث بقى عن إعادة هيكلة منظمة التحرير، إعادة صياغتها، وضع لائحة جديدة، وضع مبادئ تعطي مساحة أكبر للتنوع للفصائل الفلسطينية لاتخاذ القرار هذا أمر جيد وهذا ما لابد أن يحدث. لكن هد المنظمة وإلغاء المنظمة كاملة والبحث عن بدائل أخرى تحت مسمى بقى إدارة أمنية من العشائر وهذا الأمر اللي دولة الاحتلال تبحث عنه هذا الأمر خط من وجهة نظري هي برضو من الخطوط الحمراء اللي من يسمى باليوم التالي سواء للرؤية المصرية أو الرؤية العربية. ومن ثم سوف ندخل أيضا في تناقض واضح مع دولة الاحتلال لما يسمى بتفاصيل اليوم التالي في هذا الأمر وهو ما يزيد أيضا من أزمة دولة الاحتلال في محاولة استخدام نفس النمط اللي له علاقة بالإدعاءات الغير مبنية على قواعد أو أسس أو حقائق. وستظل مصر هي الراعي الأكبر والوسيط الأفضل لهذا الصراع على مدار عقود وعلى مدار سنوات مضت وستسعى بكل ما أتيت من قوة الدبلوماسية التي اختارتها مصر كخيار استراتيجي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد كامل بحيري الباحث بمركز الأهرام. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بقرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين موجها الشكر للدول الثلاث على هذه الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع على حد وصفه. ودعا أبو الغيط الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة. رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين وثمنت الرئاسة الفلسطينية مساهمة هذا القرار في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل دولتين. كما حثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم أجمع خاصة الدول الأوروبية التي ما تزال لم تعترف بدولة فلسطين على أن تحذو نفس الحذو في الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا والمستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. دكتور إكرام أهلا وسهلا بحضرتك معنا. وما الهدف والدوافع من وراء تشويه الدور المصري بشكل متعمد في أبواق إعلامية تسمي نفسها أو تنعت نفسها بالديمقراطية؟ أهلا بحضرتك. أهلا بالسادة المشاهدين. هو طبعا يعني احنا بنذكر في البداية أن مصر لها دور مهم ودور مقدر ومنذ بداية الأزمة الحقيقة وحتى منذ عقود سابقة في مساندة الحق الفلسطيني المشروع وفي مساندة الأشقاء الفلسطينيين. احنا شوفنا في الفترة الأخيرة إزاء التزايد في الجرائم الإسرائيلية وما يمكن أن نسميه جرائم ضد الإنسانية وتقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية ومن اتخاذ القضاء الدولي أيضا لمواقف تجاه إسرائيل. شوفنا ده في محكمة العدل الدولية في الدعوة التي قدمت جنوب إفريقيا واللي أعلنت وزارة الخارجية المصرية عزمها على الانضمام إلى هذه الدعوة. ثم رأينا أيضا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واللي بيتم فيه يعني توجيه تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وجرائم ضد الإنسانية
ضد مسؤولين اسرائيليين كبار، يعني رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الدفاع، وده بيعني ايضا ان القضاء الدولي يتخذ موقف تجاه اسرائيل. وفي هذا الاطار، وفي اطار الانتقادات التي تحدث من دول مختلفه في العالم، وفي اطار هذا الموقف من القضاء الدولي، وجدنا ان اسرائيل في الفتره الاخيره تعمل على اثاره ونشر بعض الافكار وبعض الاخبار الكاذبه والمغلوطه عن الموقف المصري. وشوفنا ده الحقيقه تكرر عده مرات. مره اسرائيل تعلن ان مصر هي اللي بتعوق دخول المساعدات، رغم ان مصر اعلنت اكثر من مره ان معبر رفح مفتوح طوال الفترة وطوال 24 ساعة، ودولة الاحتلال هي من تعيق أكثر من 500 شاحنة يقفوا أمام معبر كرم أبو سالم لدخولهم إلى قطاع غزة لأطفال ونساء وكبار وشيوخ في السن. يعني ده صحيح. إذا إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشقاء الفلسطينيين في غزة تأتي من الجانب الآخر، تأتي من جانب إسرائيل، وخصوصا في إعاقة دخول المساعدات من خلال المعبرين الرئيسيين البريين اللي هم معبر رفح وكرم أبو سالم. في هذا الإطار كله يعني بتحاول إسرائيل من خلال إثارة هذه الإشاعات وإثارة هذه الأخبار المغلوطة أن تخفف حدة الانتقاد الذي تتعرض له سواء على المستوى الدولي أو على مستوى القضاء الدولي. وشوفنا مؤخرا موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي كان فيه أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، الجمعية العامة دي اللي تضم 193 دولة، هم كل دول 143 منهم صوتوا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين مستقلة. تمام. وثلاثة آخرين أوروبيين يعني اعترفوا اليوم، يصبح العدد 146، وربما العدد يكون مرشح للتدين. إذا ده موقف حرج تتعرض له إسرائيل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الدولي أو على المستوى القضائي الدولي والتحقيق، يعني المنظمات القانونية الدولية. كل ده بيجعل إسرائيل تطلق هذه الإشاعات وتطلق هذه الأخبار المغلوطة من أجل العمل على تخفيف ما تتعرض له من حرج على المستوى الدولي، وتخفيف محاولة تخفيف الضغوط التي تتعرض لها، وأن تلقي المسؤولية على أطراف أخرى. طبعا هذه الروايات الإسرائيلية لا تجد تقبل. ودكتور إكرام، في ظل هذه الادعاءات المتكررة، ليست المرة الأولى ولن ربما لن تكون الأخيرة، سواء من قناة زي CNN أو غيرها من القنوات التي ما بين قوسين يعني ديمقراطية، لماذا تنسى هذه القنوات أو هذه الأماكن أو تتناسى عمدا دور الوساطة المصرية في الحروب السابقة ما بين حركات المقاومة سواء حماس أو الجهاد أو غيرها، وما بين دولة الاحتلال؟ بالتأكيد يعني مصر كان لها دور بالحقيقة، ليس فقط في هذا النزاع الأخير، وإنما أيضا في فترات سابقة وفي عقود سابقة. ومصر كان لها دور مهم في إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، كان لها دور مهم أيضا في إعادة التعمير في فترات سابقة، كان لها دور في التوصل إلى هدنة وإيقاف إطلاق النار في منازعات سابقة. وبذلت أيضا الدولة المصرية ومؤسساتها جهود كبيرة الحقيقة للوساطة والتوفيق في هذا النزاع الأخير، والعمل على إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سلام تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لحل الدولتين. إذن دي ثوابت في الموقف المصري. إنما أنا عاوز أقول أيضا ان من يتبنى وجهه النظر الاسرائيليه، يعني اطراف معروفه بتاييدها التام وتاييدها المطلق لاسرائيل، والتي تدعي ان ما تقوم به اسرائيل ليس اباده جماعيه وليس اعمال مجازر ضد الانسانيه، وانما هي نوع من الدفاع عن النفس. اذا هي تتبنى نفس وجهه النظر الاسرائيليه على طول الخط، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الدبلوماسية أو من حيث تعطيل اتخاذ قرارات في مجلس الأمن. إذن هي تتطابق في جميع الأحوال مع وجهة النظر الإسرائيلية. نعم. وهنا دكتور إكرام، ما السبيل لإنهاء الحالة القائمة والصراع الدائر في قطاع غزة سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب؟ أم ستستمر دولة الاحتلال في هذا النهج وأعمال الإبادة وربما أعمال تهجير في المستقبل؟
يعني هو خلينا نقول طالما أنه لا يوجد رادع قوي، طالما أنه يوجد من يساند إسرائيل على طول الخط، فيبدو أن إسرائيل مستمرة في ذلك. إضافة إلى عامل آخر أيضا ممكن نفسر به استمرارية إسرائيل في ذلك، وهو الأوضاع الداخلية في إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية الحالية في وضع حرج، هناك معارضة في الداخل الإسرائيلي وبالذات من أهالي القتلى والجرحى والأسرى اللي لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن رغم هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي، وبالتالي الأمر يتطلب مزيد من الضغوط من المجتمع الدولي. وحتى إذا كان مجلس الأمن يفشل في اتخاذ قرار نتيجة لحق الفيتو، فإنه يمكن أن تلجأ دول العالم المختلفة فرادى إلى اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، سواء كانت هذه العقوبات على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الاقتصادي، المقاطعة التجارية، كل ده يمكن أن يمثل إذا تضافرت جهود الدول العالم. وإحنا شوفنا أن في تأييد كبير في الجمعية العامة، طبعا كل دي دول يمكن أن تتخذ هذا الموقف حتى لو كانت تتخذ فرادة، كل ده يمكن أن يشكل ضغط على إسرائيل أمام استمرارية هذه المجازر وهذه الحرب الوحشية. نعم، على ماذا تراهن دولة الاحتلال في القادم، خاصة مع عدم وصولها لاتفاق سواء بحق محتجزيها أو ربما رهائنها، واستمرارها في العدوان والحرب، وترى نرى من دول من بعض دول العالم من يؤيدها بمعايير مزدوجة ما بين قوسين حق الدفاع الشرعي عن النفس؟ ده صحيح. يعني خلينا نقول ان كل ما قامت به اسرائيل من جرائم حرب وعمليات إبادة وعنف ضد المدنيين يخالف كل القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني، ويخالف التزامات سلطات الاحتلال في فترة الحرب تجاه المدنيين، ده ايضا امور بتنظم من جانب القانون الدولي. رغم كل ما بذلته اسرائيل واجهزتها العسكرية وكل هذا الادوان الوحشي، لم تتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافها، رغم مرور يعني قرابة 8 شهور حتى الآن لم تتمكن من تحرير الأسرى إلا ما تم الاتفاق عليه مثل المطاوضات، لم تتمكن من القضاء على قوة حماس، لم تتمكن من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم لأنهم متمسكين بأرضهم ويتفقوا في ذلك. نعود في النظر المصرية. إذن إسرائيل بتراهن، حضرتك بتسأل إسرائيل بتراهن على إيه؟ أنا أتوقع أن الرهان قد لا يكون رهان إسرائيل بقدر ما هو رهان الحكومة الإسرائيلية الحالية. نعم، وهنا اسمح لي أسأل حضرتك يا دكتور، هل مساعي الولايات المتحدة الأمريكية الحثيثة في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين مثلا للوصول لاتفاق تطبيع ما بين دولة الاحتلال والمملكة العربية السعودية، هل ربما يعطي لدولة الاحتلال دافع لتشويه الدور المصري ودور الوسطاء جميعا؟ يعني خلينا نقول أن لا توجد دولة استطاع تبذل جهود في القضية الفلسطينية وباعتبارها دولة إقليمية مؤثرة ودولة لها دور كبير في هذا الملف زي مصر. إذن من يستطيع أن يعني لا يوجد من يستطيع تشويه الدور المصري أو أهمية الدور المصري في هذا الشأن. أنا عاوز أربط أيضا ما يحدث في غزة بعملية التطبيع مع دول عربية أخرى. إذا كنا نتحدث عن التطبيع ونتحدث عن السلام، إذن ده لا يعني لا يمكن أو لا يفهم أن يكون المقابل هو الحرب وعملية الإبادة والتهجير القسري. يعني نقيضين لا يلتقيان، إما السلام وإما كما أعلن السيد الرئيس من قبل فترة قريبة الفوضى. إذن المطلوب الآن من المجتمع الدولي ومن دول العالم المختلفة أنها تسعى للوصول إلى حل ونزع فتيل هذه الأزمة بالتعاون مع مصر، بالتعاون مع شركاء آخرين. لأن استمرارية هذه الأزمة ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة الإقليم اللي بنعيش فيه، وليس في مصلحة العالم لما له من تداعيات خطيرة وخيمة. نعم، ودائما وأبدا كانت مصر هي الوسيط الأبرز والأكثر نزاهة واحترافية في إدارة كل المفاوضات والوصول لحلول دبلوماسية ناجعة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية.
وترحيب فلسطيني بالخطوة التي اتخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. هذه الخطوة تتزامن مع تصاعد المواقف الدولية الرافضة لممارسات دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. المزيد نتابعه وإياكم في التقرير التالي. في خطوة تتفق مع المرجعية الدولية، أعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة. ذلك الاعتراف اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة وضع الأمور في نصابها الصحيح وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعية باقي دول العالم وخاصة الدول الأوروبية إلى الاقتداء بالدول الثلاث. أيرلندا التي كانت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1980. أكد رئيس وزرائها سيمون هاريس أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد هو الحل الوحيد للسلام وإنهاء العنف في المنطقة، داعيا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات لحل الأزمة الإنسانية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن قرار حكومته الائتلافية التقدمية لا اعتراف بفلسطين يأتي تجسيدا لمشاعر الأغلبية من مواطنيه، محذرا من أن ممارسات حكومة الاحتلال تشكل خطرا كبيرا على حل الدولتين، موضحا أن ذلك القرار سيدخل حيز النفاذ في 28 من هذا الشهر. رئيس الوزراء النرويجي جوناس غارستور قال إن هذا القرار يؤكد موقف أوسلو المبني على المرجعية الدولية ويدعم القوى المعتدلة التي تواجه تراجعا في ظل الصراع الممتد لعقود، مشيرا إلى أن إقرار السلام في الشرق الأوسط يتطلب قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الشعب الفلسطيني الذي يكافح طيلة عقود لنيل حقوقه المشروعة يأمل أن يكون قرار العواصم الأوروبية الثلاث بمثابة حجر يحرك المياه الدولية الراكدة منذ عقود وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفق المرجعية والقرارات الأممية ذات الصلة. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وأوضحت الوزارة أنه بهذه الخطوة المهمة أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني، وأكدت أن هذه الاعترافات تأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيسهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. We'll be right back.
لاقت جهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية دعما سياسيا وشعبيا واسعا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023. تأييد سياسي وشعبي لجهود القيادة السياسية في حل الأزمة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. وكثفت مصر من اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر رفح على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عنهم. وجاء دور مؤسسات المجتمع المدني بإعلان مؤسسة حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم 3 من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الإغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل. ومع اشتداد العدوان على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتصاعد دعوات الاحتلال بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة، استقرأت القيادة السياسية المصرية الخطط الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، وتصدت لها عبر التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. وخلال لقائه رؤساء وممثلي بعض الدول، أدان الرئيس السيسي التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة العمل على استئناف محادثات السلام، فضلا عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي المصري وإصدار قرارات تدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإضافة أبعاد جديدة للدور المصري تعمل على حفظ الاستقرار والسيادة المصرية في سيناء. المؤسسات النيابية في مصر سرعان ما دعت إلى عقد جلسات طارئة للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للتأكيد على الرأي العام المصري الرافض للصراع القائم في غزة واستهداف الفلسطينيين العزل والتخطيط لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء. أما على المستوى الشعبي، فأعلنت القيادة السياسية أنها تصطف مع التوجه الشعبي العام في مصر، ذلك التوجه الذي انعكس في النزول إلى مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة أن تنجر سيادة المصرية إلى خطط إسرائيلية هدامة تعد خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي. كان سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي قد أكد أن دبلن تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع القادمة. اصطفاف وطني واسع على الصعيدين السياسي والشعبي لتأييد جهود القيادة السياسية
في حل الأزمة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 شهر أكتوبر الماضي، ترجم في العديد من المواقف طوال الشهور الماضية. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي. بعد التحية أستاذ خالد، يعني كيف كشفت تصريحات بعض المسؤولين والساسة في دولة الاحتلال بأن المشكلة لديهم هو عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول إلى أراضيها، وكيف كشفت عن نوايا ومخططات خبيثة من قبل دولة الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بالطبع؟ تحياتي لحضرتك أولا ولفريق العمل والسادة المشاهدين. ولا شك أن مصر بخبراتها المتراكمة وقدراتها الكبيرة التي استطاعت من خلالها أن تستعيد أرضها بعد الحرب، ثم السلام، ثم المفاوضات، ثم التحكيم، استطاعت مصر بحنكة قيادتها السياسية ومثلا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية اللي هي دي العسكرية المصرية اللي فعلا بنحتاجها في السلام وقت ما بنحتاج العسكرية المصرية في الحرب. استطاعت الدبلوماسية المصرية والمخابرات العامة المصرية وكل الأجهزة وكل المخلصين إن هم يطلعوا بأهم نتيجة استطعنا نصل إليها. أولا إجماع عالمي حول القضية الفلسطينية، كشف الحقائق، ما يزعم عنه أنها واحدة ديمقراطية، المراوغة السياسية لحكومة الاحتلال التي يحاول سياستها أن يلقوا باللائمة على كل الآخرين، فمرة يلقوا باللائمة على المتظاهرين. وهنا أستاذ خالد، عدم التجاوب المصري مع الدعوات الأمريكية التي ترمي لإعادة فتح معبر رفح وعودة التنسيق بين القاهرة وتل أبيب إلا بعد التجاوب مع المطالب والشواغل المصرية، بما تفسر هذا الأمر؟ أفسر هذا الأمر أن إرادة مصر القوية الصلبة التي وقفت حائلا لتصفية القضية الفلسطينية كما نعلم استطاعت أن توقف هذه المحاولات التي تشكل حيلة، حيلة لا تنطوي إلا على من لا يمتلك الخبرة ولا الحضارة ولا الحنكة السياسية. هم عايزين يخلوا مصر شرعا وتعطي الشرعية لهذه التحركات وصولا إلى ما يريدون. هم عايزين يفقدوا الشعوب العربية الثقة في مصر، لكن الشعوب العربية والشعب المصري وشعوب العالم كله ثبت وتأكد أن مصر قدرت. نعم بالطبع. وتحقق هذا الأمر. وستظل مصر تلعب دور الشريك الكامل وليس فقط الوسيط النزيه، وكل مقترحات مصر بتتم في حضور الأطراف وقبولهم لهذه المقترحات. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي. ولمتابعة الأوضاع من الجانب المصري في معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. بعد التحية صف لنا آخر وصف لنا المشهد من جانبك وآخر وأهم الأخبار التي وردت إليك من الجانب الفلسطيني المحتل. نبدأ بالمشهد العسكري. ليلة أمس كانت هناك مدفعية من الجانب الإسرائيلي على مدار الوقت وهي تقصف أحياء متعددة داخل مدينة رفح، أهم هذه الأحياء التي تم قصفها حي السلام والبرازيل وجنوب وشرق مدينة رفح، وعدد النازحين يتزايدون مع الوقت. الأرقام التي وصلت إلينا بالأمس كانت 900,000 نازح، ربما اليوم يكون الأمر قد زاد بأكثر من ذلك. كل ذلك كان مقدمة لما أعلنته إسرائيل من قبل عن بداية المرحلة الجديدة من عملية الحرب في مدينة رفح، بعد أن تم الدفع بلواءين، اللواء الرابع ثم اللواء الخامس، ليصل عدد اللواءات التي تم دفعها في مدينة رفح إلى 5 لواءات، تقريبا نصف عدد القوى العسكرية الإسرائيلية في كل غزة، وهي مقسمة كالآتي: 3 لواءات في مخيم جبلية، ثم لواءين في منطقة وسط غزة، ونحن نتحدث عن 5 لواءات في مدينة رفح وقتها. القتلى العسكريين والجنود الإسرائيليين يتزايدون مع الوقت حسب التوصيف الصحافة الإسرائيلية والبيانات التي تصل إلينا أيضا من جانب الإذاعة الجيش الإسرائيلي. كان كل أسبوع في الماضي
صاحب الطائرة هليكوبتر واحدة لتنقل عدد من الضحايا. بات الآن أكثر من طائرة في اليوم الواحد يتم نقل عدد كبير من الجنود، لأن هناك متغير ما قد حدث في مشهد العملية العسكرية في كل قطاع غزة، وتحديدا نتحدث عن الجنوب ونتحدث عن أقصى الشمال. على كل حال، الليلة مع بداية هذا المساء هناك مدفعية من الجانب الإسرائيلي ورد من المقاومة الفلسطينية، ومسرح العمليات العسكرية بات محدد في نحو 14 كيلو. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تحقق إنجازا ما، لا هي التي وصلت إلى الأسرى ولا قضت على الأنفاق ولا حصلت على أي من الترسانات الأسلحة الخاصة بحماس التي ادعت أن عملية رفح هي ذاهبة إليها من أجل هذه الأهداف الثلاث. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري. ومصر بذلت الجهود الكثيرة والكبيرة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية طوال الشهور السابقة بطاقة ما يفوق تحمل البشر، وستظل مصر على عهدها أمام قضية القضايا القضية الفلسطينية، ولن نترك أشقائنا في فلسطين المحتلة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذه التغطية الحية والمباشرة عبر شاشة إكسترا نيوز، وأنقل لحضراتكم تحياتي محمد المادي وتحيات فريق عمل هذه التغطية عبر شاشة إكسترا نيوز. ابقوا معنا.